رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني بإقرار نمو على أسس صحيحة ومستدامة للخروج من التبعية للمحروقات في حوار نشره تقرير مكتب أوكسفورد بيزنس جروب. توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في صلب زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر. وبين البلدين مواقف متطابقة من راهن القضايا وآفاق واعدة لتعزيز فرص الاستثمار. توزيع أزيد من 1800 وحدة سكنية بتسمسيلت. والتلفزيون ينقل فرحة العائلات المرحلة إلى مساكنها الجديدة. تابع كذلك أزيد من 5000 عائلة بوهران تستفيد من الربط بشبكة الغاز الطبيعي. وخدمة عمومية جديدة تطلقها الجزائرية للغاز والكهرباء للتكفل بانشغالات المواطن. مع موجة تساقط الثلوج والأمطار عبر عدد من ولايات الوطن، جهود مشتركة لفتح الطرقات وفك العزلة. وفي النشرة حملات للتحسيس من حوادث المرور مع تقلبات الطقس. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف محوري ولا منص منه، وأن النتائج المحققة إلى حد الآن ليست بالهينة، ولكنها تبقى غير كافية بالنسبة لمسعانا الاقتصادي، وتجسيده ليس سهلا لأنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وفلاحية ملائمة والوقت والمثابرة في تطبيقه. وفي حوار نشر أمس في تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب الاستشارات الاقتصادي أوكسفورد بيزنس جروب، أبرز رئيس الجمهورية أن هذا التنويع يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية، ومذكرا بمختلف برامج الاستثمار العمومي التي ساهمت في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية واستحداث مناصب شغل وتثمين فرص الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. كما شدد بصفة خاصة على سياسات إعادة التوزيع الصناعي ودعم الاستثمار التي ساهمت في بعث وبروز نشاطات صناعية. وفي معرض حديثه ركز رئيس الجمهورية على 3 عوامل يتوقف عليها نجاح مسار التنويع من خلال الدور الضروري للقطاع الخاص لنجاح هذا المسار والتركيز على تحسين نوعية التسيير الاقتصادي، بالإضافة إلى مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير والممارسة البيروقراطية، مشددا على ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال. كما يتطلب نجاح مسار التنويع، يضيف رئيس الجمهورية، الاستمرار بعزم في برنامج الإصلاحات على الصعيدين المؤسساتي والإداري. وفي رده على سؤال حول النموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق 2030، أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من أثاره وإقرار نمو على أسس صحيحة ومستدامة. واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا المسعى يتمثل أساسا في احتواء الاستثمارات في الهياكل الأساسية وإضفاء الوضوح والشفافية على السياسات والاستراتيجية القطاعية ومواصلة تطهير مناخ الأعمال وترقية الصادرات خاصة المحروقات. وفي سياق آخر، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، لا سيما في القطاعات والشعب ذات القيمة المضافة العالية على غرار الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والنشاطات البعدية لقطاعي المحروقات والمناجم وكذا السياحة والمناطق اللوجستية، بهدف زيادة نمو الناتج المحلي الخام لا سيما خارج المحروقات في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030. غير أن نموذج النمو هذا الذي يجري تجسيده تدريجيا
تدريجيا يمكنه أن يعرف تعديلات ظرفية تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي. وبخصوص المراجعة الجارية لقانون المحروقات، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة رابح مع الشركات الأجنبية في هذا المجال، ومؤكدا أن إرادة الجزائر هي جعل إطارها التشريعي والتنظيمي المسير لقطاعات النشاطات أكثر جاذبية. وعن دورها الجزائر في تعزيز التعاون الإفريقي البيني، اعتبر رئيس الجمهورية أن الاستثمار في تطوير إفريقيا يمثل فرصة حقيقية يجب انتهازها في عالم يواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي وإقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية والإفريقية، ومجددا مشاركة الجزائر الفعالة في المفاوضات حول إنشاء منطقة تبادل حر قارية بغية تحرير الطاقة وتشجيع المبادلات والمساهمة بذلك في تحول هيكلي للبلدان الإفريقية. ويختم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إذن يختم في حوار نشر أمس في تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب الاستشارات الاقتصادي أوكسفورد بيزنس جروب. في التعاون الجزائري الروسي، استقبل الوزير الأول أحمد يحيى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حل أمس بالجزائر في زيارة تدوم يومين. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساحل. وبمقر وزارة الشؤون الخارجية وفي إطار الحوار السياسي المنتظم والمشاورات الدائمة بين الجزائر وروسيا، هذا منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا في 2 أبريل 2001. أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تحذيرا لاجتماع اللجنة المشتركة العليا المختلطة الاقتصادية الجزائرية الروسية والمرتقبة الأسبوع المقبل بموسكو. المزيد مع منيا أحمد حراش. التقى اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بنظيره الروسي سيرغي لافروف في محادثات موسعة شملت أعضاء وفدي البلدين، وعلى طاولة النقاش ملفات طرحت يتصدرها التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة النوعية التي تربط بين الجزائر وموسكو، حيث كانت الفرصة لتجديد الرغبة المشتركة في ترقيتها أكثر. اللقاء تناول فيه أمساهل أيضا ونظيره الروسي لافروف قضايا الراهن الدولي وسط توافق وتقارب في الرؤى والمواقف لطالما ميزا العلاقات الجزائرية الروسية. كانت لنا محادثات عميقة ومفصلة بشأن التعاون بين الجزائر وروسيا في مجالات السياسة والاقتصاد والتعاون التقني العسكري والثقافة والتربية. مستوى المبادلات التجارية تجاوز 4.5 مليار دولار، ونحن نود رفع هذا المستوى أكثر، حيث أدرجنا إجراءات وقرارات جديدة ستناقش خلال الدورة المشتركة العليا الاقتصادية والتجارية الأسبوع المقبل بموسكو. تبادلنا الرؤى حول قضايا هامة في الأجندة الدولية. الجزائر وروسيا دائما مع القانون الدولي تدعمان الحلول السلمية لكل الأزمات والنزاعات، والدور المركزي التنسيقي للأمم المتحدة مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. أهنئ الجزائر على كل المجهودات التي تبذلها لحل الأزمات في دول مثل ليبيا ومالي. Et qui répondent vraiment aux attentes de nos deux peuples et de nos deux gouvernements. Bien sûr, ça nous a permis, comme vient de souligner Louis Lavrov, d'évoquer d'abord la lutte antiterroriste, la concertation qui se fait entre nos deux pays dans le cadre de nos stratégies respectives de lutte contre ces défis, mais également dans le cadre de la stratégie des Nations Unies en matière de lutte contre le phénomène du terrorisme. Nous avons évoqué les crises que nous vivons d'abord dans notre environnement immédiat, que ce soit en Libye, au Mali, dans le Sahel, au Sahara occidental,
effectivement, il y a une convergence de vues sur le principe du respect de la souveraineté des peuples, du respect de leur intégrité territoriale, du respect de leur avenir et du respect surtout des décisions des Nations Unies. هذا وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباحثات أعرب الطرفان عن تمسكهما بالحوار الدائم والتشاور المنتظم للارتقاء بالعلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية إلى مستوى تطلعات القيادتين والشعبين الجزائري والروسي. وبمقام الشهيد وضع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة ووقف دقيقة صمت على أرواحهم الطاهرة. في التعاون دائما اختتمت اليوم أشغال الدورة الرابعة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية المالية التي عقدت بالجزائر بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ونظيره المالي أزركا ماتي. هذا وقام اليوم الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالية أزركا ماتي قام بزيارة إلى المدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاتوناف، حيث استمع إلى عرض حول تاريخ هذه المدرسة العريقة ليطوف بعدها بمختلف الأقسام ويتلقى شروحات مستفيضة حول برنامج التكوين الذي يستفيد منه الطلبة. أزركا ماتي أشاد بالمناسبة بالعلاقات المتميزة بين الجزائر ومالي وبالمستوى العالي الذي تضمنه المدرسة لمنتسبيها. Je ne doute pas, comme je l'ai dit dans ma dédicace tout de suite, de la qualité de la formation qui est dispensée ici. Je dois témoigner que nombre de policiers maliens ont été formés ici. Il est temps, je pense qu'il est temps, il serait bon en outre que cette dynamique soit entretenue et soit amplifiée. C'est un peu l'ambition, entre autres, de la commission mixte de sécurité Mali-Algérie. في النشاط البرلماني ترأس اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ترأس جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية وجهت للوزير الأول الذي ناب عنه في الإجابة وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، والذي أكد أن الدولة ستواصل استراتيجيتها الوطنية لترقية الفلاحة والتنمية الريفية. وزير الثقافة من جهته أكد أن قطاعه أسدى تعليمات للبحث عن موارد مالية خارج ميزانية الدولة. وزير الصناعة وفي رد عن سؤال لأحد النواب أكد ضرورة تطوير المناولة للوصول إلى صناعة السيارات، فيما كشف وزير التجارة عن مراجعة التنظيم القانوني المسير لتجارة المقايضة لإعطائها أكثر فعالية. من جهته أبرز وزير الصحة الانعكاسات الإيجابية لرفع التجميد عن المؤسسات الاستشفائية، كما كشف وزير العمل عن إعداد نص تنظيمي يحدد شروط انتساب الجالية الوطنية بالخارج إلى النظام الوطني للتقاعد. اختتمت اليوم بالعاصمة أشغال اجتماع الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين أعضاء المداومات الولائية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والتعاون مع جميع الشركاء، وذلك لإنجاح مسار العملية الانتخابية وضمان النزاهة والشفافية على الانتخابات الرئاسية المقبلة. في قطاع السكن أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار بولاية سمسيلت أشرف على توزيع أزيد من 1800 وحدة سكنية من مختلف السياق، كما عين القطب السكني الجديد ووضع حجر الأساس لإنجاز 1500 وحدة سكنية أخرى متبعة لوليد ساري.
هكذا كانت أجواء الفرحة من ولاية سمسيلك باستفادة 1800 عائلة من مقررات سكنتها الجديدة وإعانات خاصة بالسكن الريفي وقطع أراضي. حفل التوزيع أشرف عليه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار. واليوم الحمد لله 35 سيدة وست والحمد لله وتحية رئيس الجمهورية. الحمد لله سامو تفليقة الله خير تحية الدولة يعني. لنقوم على بركة الله بتوزيع حوالي 1800 سكن ومقررات استفادة بين إعانات خاصة بسكن ريفي وقطع أراضي في إطار التخصيصات الاجتماعية، وهذا بفضل البرنامج الوطني ضد الضخم الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية الذي أقره بصدق فخامة رئيس الجمهورية المجاهد سيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث جعل من السكن إحدى أولويات برنامجه لينعم كل مواطن بسكن يحفظ له كرامته في وطن العز والكرامة. الوزير وخلال زيارته للولاية عاين أيضا العديد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز بالقطب السكني الجديد الذي يحوي 4700 وحدة سكنية بمختلف السياغ، إضافة إلى العديد من المرافق العمومية. كما وضع تمار حجر الأساس لإنجاز 1500 وحدة سكنية عدل و200 وحدة من الترقوي المدعمة فيها. نعرف سنة 2019 تسجيل برنامج هام يحتوي على 90,000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، ولولاية سمسيلت حصتها التي تقدر ب 1365 اللي كانوا مكتتبين ينتظروا وننتهيهم بكل هذه الطلبات، إضافة إلى برنامج 60,000 إعانة في إطار سكن ريفي على مستوى الوطني، وولاية سمسيلت لها برنامج يفوق جديد يفوق 1000 وحدة سكنية لسندرسه مع السلطات المحلية. وفي إطار سياسة التواصل مع المواطن التقى الوزير عددا من المواطنين الذين كانوا قد راسلوا الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليستمع ويرد الوزير على مختلف انشغالاتهم، لتختتم الزيارة بعرض تفصيلي حول قطاع السكن بالولاية عبر أثير إذاعة الوشرس. وعشية دخولها مساكينها الجديدة تقسمت العائلات المرحلة الفرحة وعيشتها ليلى محمد محدود. خبر استفادتها من سكن لائق أطفى دفئا عائليا في البيت العتيق المهترئ الذي قاوم لمدة 47 سنة. ماذا الحانين بكم ونزيحين برياصنا وتقولون مقضينا ما نزهوش نزهو ونفرحوا عندي أنا قديه من سنة وأنا نحل راني نحل قولوا نذهب أولادنا كرام رايحين الخير الخير نشدنا في رياصنا. الفرحة تقسمها أبناء حي الدرب أو السبلة بعاصمة الولاية. عندي بياسة واحدة وكوزينة، عندي ثلاثة ذاري قاع شوية كبار. الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله، كثر خير ربي وكثر خير الدولة هذه اللي عطتنا اللي خرجنا في مشروع الرئيس بوتفليقة. الحمد لله اللي عطاوني السكلة ونشكر السلطات المحلية تاع ولاية سمسيلت اللي وقفوا معنا وعطاونا السكنة. وإن شاء الله العقوبة للجايين والعقوبة للمغبونين إن شاء الله. آوي أدي لا ميزة آوي والله غفت علي يا ربي والله كتر خير الدولة يعني والرأس والوالي والبوتفليقة. هذاك حي عتيق هنا في عاصمة الولاية ونظلو ريستوري، لكن بالنسبة للعملية القادمة إن شاء الله هذيك هنا راني غادي نفادي باسي لا ديموليسيون إلا ونفاريكيبيري لو فونسي لي إن شاء الله. البرنامج تاع 2019 هذا تاع اللي في 1360 وحده سكنيه العدل 20 متر 600 وحده سكنيه سكنه لائقه بمرافق ضروريه وتهيئه خارجيه. استفادت أزيد من 5000 عائلة من الربط بشبكة الغاز الطبيعي بدائرة عين الترك بوهران، فضلا عن تزويد مرافق التربوية بالتدفئة المدرسية. مشاريع كانت محل زيارة وزير الطاقة مصطفى جيتوني إلى الولاية المتابعة لمحمد سالمي. العنصر قدر وبوصفر سيقضي سكانها شتاء دافئا هذه السنة
حيث استفادت أزيد من 5000 عائلة بوهران من شبكة الغاز الطبيعي. تعرف حالة البرد والبرد بالخصوص راه يزيد راه يجينا قوي، دوك رانا فرحانين. كنا مغبونين بزاف القراية والحمد لله اليوم وفرتنا الغاز. احنا وصلنا اليوم في التغطية الوطنية في الغاز الطبيعي إلى 62%. وزير الطاقة مصطفى قيطوني وخلال زيارته التفقدية لمركز تحويل وتوزيع الكهرباء بمنطقة بوتليليس أكد على أهمية هذا المرفق الذي من شأنه تقديم خدمة عمومية وتفعيل الحركية الاقتصادية. هذه المحطة هي هامة لمدينة وهران ولولاية وهران ولولاية تمشنت، غادي تزود بالكهرباء البرنامج تاع فخامة رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة اللي هو 50,000 مسكن في المدينة الجديدة أحمد زبانة، الدعم الكهرباء في منطقة رزين. علاش؟ لأن غادي يكون فيه مصنع مع سوناتراك ومع توتال باش يكون فيه مصنع نتاع البروبيلان. وتعزيزا للخدمات التكنولوجية قام قيطوني بمعاينة خلية الاتصال بمؤسسة سونالغاز، حيث شدد بالمناسبة على تقديم إجراءات تسهيلية لفائدة المواطنين. تحسينا للخدمات المقدمة للزبائن، دخل اليوم حيز الخدمة مركز الاتصال التابع للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، والذي يسمح للمواطن عن طريق الرقم 33003 بالاتصال بالمؤسسة على المستوى الوطني للاستفسار والتبليغ عن التذبذبات والانقطاعات في الكهرباء والغاز. نموذج من ولاية البليدة مع ويزا العفي. بمركز الاتصال تسجل المعلومة والبيانات الخاصة بالزبون المتصل بالرقم 33003 قبل إرسالها إلى مديرية التوزيع المتواجدة في ولاية الزبون ليتم فحصها وبرمجتها مباشرة بعد تلقيها، ثم إرسال العون المختص للتدخل الفوري لإصلاح العطب حسب نوعه. ما تصبحش ميت ريحة الغاز، عيط 3303 ديباناج باش يجيبوا يشوفوا لافويت تاع الغاز. ورانا لوكاليزينا وين كاين لافويت، ورانا لوكاليزي وقلنا للسيد باش يريباري لافويت تاعو، ورانا كوبي لو غاز بار ميزور سيكوريتي. خدمة عمومية يقدمها مركز الاتصال للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز الذي دخل اليوم حيز الخدمة. 3303 ان سيتويان كي اين بان سور بيلاباس ينجم يعيط في النيميرو هذا، سواء تدي وهران سواء تدي الجزائر، الي اوتوماتيكمون ريبيركوتي سور لو ديباناج. صافي ما يشقاش المواطن دروك يجي للسونرغاز ولا المكتب ولا يجي للديباناج كي بكري ويقول لهم عندي مشكله، المشكله نتاعو دروك تريقل في الهاتف. منظومة متكاملة لاحتواء كل أشكال الانقطاعات والتذبذبات في الغاز والكهرباء وتفادي كل الأخطار المحتملة. هذا المركز الذي يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة أيام على سبعة أيام، يشمل أربع قاعات متواجدة في بليدة في الجزائر العاصمة في قسنطينة وفي وهران، والتي تشتغل عبر 240 خط هاتفي. من خلال هذه المنظومة يتم الرد على أكبر عدد ممكن من الزبائن، تنظيم التدخلات بنجاعة أكثر، وخاصة حفظ البيانات المتعلقة بالأعطاب ليتم دراستها وتحليلها من طرف تقني المؤسسة. هي إذن خدمة جديدة تضاف إلى الخدمات المقدمة من قبل سونالغاز لتقوية الشبكات وتفادي وقوع أعطاب مستقبلا وتحسين نوعية الخدمات. هذا وكثفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة وأعوان الحماية المدنية من حملاتهم التخصيصية للتوعية بمخاطر تسرب غاز أحاد الكربون وغاز البيتان والتوصيلات العشوائية، لا سيما منهم المواطنون المرحلون إلى مساكن جديدة. إذن حيث سجلت مصالح الحماية المدنية منذ قليل وفاة 3 أشخاص بعين الحجر دائرة عين زال ولاية سطيف جراء الاختناق بالغاز. المزيد مع مريم بيش. تعاونية طوارئ
حصيلة ثقيلة تتكبدها الأسر الجزائرية يوميا جراء شبح التسمم بغاز أكسيد الكربون. 40 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، آخرها وفاة 3 أشخاص بالجلفة وخنشلة، والأسباب تبقى تتأرجح بين الغفلة واللامبالاة. شوفوا كيفاش راهي الفوق، راهي شغل حاطه لتحت، عندنا لي غاز كيكونوا شود يطلعوا الفوق، دونك هذايا شوفنا لازم يحبط باش تكون ليفاكيوسيون مليحه. هذايا بالطوله ينتقب، تلقى فيه ثقبات صغار ما تنتبه لهمش. هذايا غدوه من غدوه الغازات المحترقه في بلاصه اللي يروحوا للشميني تاع الباتيمو يعودوا يخرجوا لك لداخل الدار. تجاوزات تسجلها مصالح الحماية المدنية وأعوان سنى الغاز في كل مرة خلال خرجاتها الميدانية لتحسيس بخطورة التوصيلات وعدم التهوية اللازمة. نصبوا هادو لي بلاكار اون كومبري بهاد الحطب والحجار، تصيب حتى ديفوا تصيب قرعة غاز هنايا نورمال، تصيب دي كابل الكتريك، تصيب سيمان تماك، هذا يولي مشكل ويدير خاطر على يقدر يسبب انفجار تاع عمارة كاملة. معظم حوادث الاختناق يرجعها المختصون إلى الاستعانة بأشخاص لا خبرة لهم في ميدان الترسيس. والله غير جبتو والله ما يعرف يخدم، والله غادي يمشي يدير والله يمشي يدير والله ما شديها غير انا اللي شديتها. وجاكم هذا واش يكون؟ بلومبي. بلومبي محترف ولا بلومبي بريكولور؟ انا حتى عرض لهم على البلومبيير يقراو لي نورم تاعهم برك، يتعلموا لي نورم دو سيكوريتي، يتعلم لي نورم قبل ما يتعلم كيفاش يخدم لا تويوتري تاعو والانستالاسيون انتيريور تاعو. ومع استمرار انخفاض درجة الحرارة تبقى اليقظة والوعي مطلوبين لتفادي ما لا يحمد عقباه. هذا وتشهد ولايات شمال الوطن والواحات إلى حد الساعة هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة بكل من ورقلة والوات، فيما تشهد المناطق الوسطى والشمالية تساقطا معتبرا للأمطار وتساقطا مكثفا للثلوج بالمناطق الشمالية وعدد من ولايات شرق البلاد إلى غاية يوم غد في حدود 9 صباحا. وعلى إثر هذه أو هذه التقلبات الجوية التي تسببت في قطع العديد من الطرقات الوطنية والولائية وتذبذبا في حركة سير المركبات، تتواصل جهود المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية في فتح الطرقات كما تبينه هذه الصور من ولاية برج بوعريش. كما شهدت ولاية قسنطينة منذ ليلة أمس تساقطا كثيفا للثلوج ما استدعى تسخير كل الوسائل اللازمة لتسهيل حركة المرور وتقديم المساعدة للمواطنين. متابعة لرفيق الشيخ. تساقط مكثف للثلوج شهدته مدينة الصخر العتيق ورواحيها بدءا من صبيحة اليوم، تساقط حول وجه المدينة إلى بياض ناصع يسر الأنظار. مليح للارض، حاجه مليحه اسمها سميناه بفارغ الصبر كما يقولوها. قال ما شاء الله كل فصل ما شاء الله تجاد بربي ان شاء الله للعائلات. بروفيتينا خرجنا الاولاد يلعبوا والحمد لله خير تاع ربي، ان شاء الله يكون خير ان شاء الله على البلاد ككل ان شاء الله. للوقوف امام الصعوبات وتدليل العقبات تم تشكيل خلية على مستوى الولاية لتعمل كل هيئة حسب اختصاصها بدءا بفتح الطرقات وتسهيل حركة السير. لحد الساعة ما نشطرك لحركة المرور، ولكن كان بعض المناطق اللي تعرف بعض الصعوبات لا سيما شطة طريق السيار عبر جبل البحش. سخرنا إلى حد الساعة ما يقارب 100 آلة وهي تخدم تشغل في الميدان. الحصيلة الأولية في ظل هذه الوضعية لم تحصي أي خسائر على تدخلات إسعافية طفيفة. أولا عمل استباقي ما نكون في عين المكان قبل حدوث يعني الاضطراب الجوي أو قبل أن تقطع الطريق. ثاني حاجة بالنسبة للإسعافات في حالات عادية وفي حالات غير عادية، إلا أنه كل الإجراءات والسلطات كل موجودة في عين المكان، إلا أنه هذا غيث مبارك إن شاء الله على ولاية قسنطينة. فيما يستمر التساقط إلى ساعات قادمة حسب توقعات الأرصاد الجوية تبقى الحيطة والحذر السبيل الوحيد لتفادي الأضرار.
وإثر التقلبات الجوية التي عرفتها مناطق شمال الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة، وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، قامت بتدخل على مستوى الكافلك حلب قسنطينة وكذا عين رنات والبحيرة وعين عباسة والموان بسطيف لفك العزلة عن هذه المناطق التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج، حيث قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرق مغلقة ومساعدة المواطنين العالقين. كما تدخلت مفارز للجيش بولاية تيزي وزو لفك العزلة وفتح الطرقات على مستوى عزازقة إعقوران وزكري. وفي هذا الصدد تؤكد القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. وبولاية البويرة أدى التساقط الغزير للأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق السكنية بعاصمة الولاية، ما تطلب تدخل عناصر الحماية المدنية، وخلالها جرفت المياه ثلاثة من أعوان الحماية، تم إنقاذ اثنين منهم بينما بقي ثالث عالقا داخل القناة الأساسية لصرف المياه وهو شاب في 27 من العمر، إذ أكدت قبل قليل مصالح الحماية المدنية أكدت خبر وفاته رغم الجهود التي بذلت لإنقاذه منذ وقوع الحادث منتصف نهار اليوم. كل الإمكانيات تم تسخيرها لإما إنقاذه إما على الأقل من جولة للجثة تاعو، وإن شاء الله العملية دي ما شاحة تنتهي حتى ما يكون عندنا جديد إن شاء الله. وعلى الواحد يتأسف، وبالمناسبة نقدمه بتعازينا إلى عائلة المرحوم وعائلة الحماية المدنية بصفة عامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشرفت اليوم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيد بن حبيلس بتيزي وزو على توزيع ما يقارب 100 إعانة تحتوي على مواد غذائية وأفرشة وبطانيات ومستلزمات أخرى، تقديمها لفائدة العائلات القاطنة بالقرى المعزولة بدائرتي عززقة ووسيف. الحذر مطلوب خاصة مع الاضطرابات الجوية، لذا نظم اليوم أمن العاصمة حملة تحسيسية بضرورة احترام قانون السياقة. ورغم الحملات توفي شخص وأصيب 15 آخرون في حادث مرور مروع على مستوى طريق السيار البليدة العاصمة المتابعة لكريم الشمت. بين التهور واللامبالاة من جهة والغفلة من جهة أخرى تكمن معادلة حادث مرور، حوادث مرورية تحصد معها في كل مرة أرواحا بريئة. اليوم وعبر الطريق الوطني الرابط بين البليدة والعاصمة هلاك شخص وإصابة 15 آخرين إثر اصطدام الشاحنتين وحافلة لنقل المسافرين، تتضارب مسؤولية من لتبقى النتيجة واحدة، حياة تفقد وأخرى تتأرجح بين الموت والحياة. الحادث ما تسبب كان السبب الرئيسي فيه لحد الآن المعروف هو مستعمل طريق على متن دراجة هوائية حاول قطع طريق سيار دون أخذ الحيطة والحذر. السيء الذي نجا معه اصطدامه بشاحنة من الوزن الثقيل، وأيضا سالتها عدة اصطدامات خاصة حافلة نقل المسافرين وكوستر وشاحنة أخرى. السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالبليدة فتحت تحقيق لمعرفة الظروف الحقيقية للحادث. كما دوكا لالي الكونتينير وحرقاك راه قريب دخل فيا، قريب دار لاكسيدون بوريا على جال حاجه تاع والو. تجاوز قد يكلف الكثير إذا ما اقترن بوضعية الطرقات جراء التقلبات الجوية التي نعيشها، وتفاديا لنتائجه أمن العاصمة يتخذ من التوعية والتحسيس سلاح التنبيه. كان شتاف طريق ما كانش صبت شوية اليوم لا باس لا باس لا باس رقم لا فيتاس كنتو شو لا فيتاس لا تشي لا فيتاس واحدة واحدة رقم تحترم شو قانون المرور ينسى مليح. أمن ولاية الجزائر بدورة من خلال فرق الأمن العمومي وكذا خلال الإصغاء والنشاط الوقائي لأمن مقاطعة 13
تقوم بهذه الحملة التحسيسية. مصالح أمن ولاية الجزائر قامت بإحصاء كل النقاط السوداء التي تعرف تراكم البرك المائية أو التي تكون عرضة للسيول وتبليغها إلى المصالح المحلية المختصة. فمعا لقيادة آمنة الشعار في ذلك قد لغيرك وتمهل لسلامتك واحفظ القانون المروري للأمن العام. أحيا العالم اليوم ولأول مرة اليوم الدولي للتعليم الذي أقرته الأمم المتحدة. وبالمناسبة أكدت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت خلال إشرافها رفقة وزير الاتصال جمال كعوان ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بالعيد، أشرفت على الاحتفالات بهذا اليوم بمقر الإذاعة الوطنية، حيث أكدت أن الاحتفال بهذا اليوم ينم عن قناعة بدور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تقول نور تحمالي: العمل على تشجيع الأنشطة الصفية كفعل مكمل للتعلمات وبالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية هو ما أكدته وزيرة التربية في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم والذي أقرته الأمم المتحدة في 3 ديسمبر من العام الماضي. إن الاحتفال بهذا اليوم يعتبر مناسبة للتأكيد بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعليم، إذ يعتبر التعليم حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليه صراحة في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وهذا المدى 26 الذي يدعو إلى تعليم المجاني والإلزامي باعتبار تعليم أهم وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. وزير الاتصال من جهته اعتبر الاحتفاء بهذا اليوم اعترافا بالدور المحوري للتربية، كما أكد على إسهام قطاع الاتصال في مرافقة الجهد الوطني بأنشطة تساهم في الاستجابة لحاجات المواطن في مجال التربية. قد شهد هذا المسعى بفضل رعاية وسهر فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تكتيفا نوعيا من حيث إصلاح منظومة التعليم في مجملها ورفع مستويات إنجاز المنشآت التربوية. الاحتفال بالمناسبة شمل حضور جانب من برنامج بين الثانويات على أثير القناة الأولى. في إطار برنامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتأسيس الشراكة مع النسيج الصناعي لإنشاء أقطاب الامتياز للتكوين عبر ولاية الوطن، تم بولاية البليدة إطلاق اختصاص الصناعات البلاستيكية منذ بداية السنة التكوينية بشهادة تقني سامي رامي عامر. يدرس هذا القسم مبادئ وتقنيات صناعة البلاستيك في تخصص واعد كان نتاج شراكة بين وزارة التعليم والتكوين المهنيين ونادي المقاولين والصناعيين للمتيجة بولاية البليدة. احتضنه معهد التعليم المهني لابن مراد ضمن الرؤية الاستراتيجية لتطوير هذه الشعبة وفق توجهات الاقتصاد. بعد ما يكملوا التكوين تاعهم يكون عندهم الامكانيه يكونوا دي كونديكتور ديرو، يعني مسير وحده انتاجيه في المجال تاع البلاستيك. هذه التجربه هي تجربه اولى في التراب الوطني، لان سيمي هذا الاختصاص هذا اون لو في دون ليكسيلونس، دونك الاكسيلونس سافي دير معامله مع المتعاملين الاقتصاديين الموجودين على المتيجه. أحلام وصفيان من بين 26 متربصا تم اختيارهم عبر الانتقاء يتوزعون على ورشات تصنيع البلاستيك فتحتها 10 شركات مختصة لينالوا شهادة التقني سامي. أنا عندي ليسانس في الشيمي، هذا الليسانس في الشيمي ساعدتني بزاف باش ندخل هذا الميدان اللي يسحق كيميائيين بنسبة عالية. الصورة تاع المستقبل بدات توضح، بما انه البلاد تحول تنقص من فواتير الاستيراد تاع البلاستيك، تحاول دير مصانع هنا في الجزائر تصنع هذا البلاستيك في الجزائر، تسمى إليا فيها مستقبل. احنا درنا هذا الشيء هذا كامل باش مع الأخير تكون ثمرة، والثمرة بالطبع هي يكون متربص يكون عنده إمكانيات وبالطبع باش يدخل في الشركة. ولاية البليدة بهذا التخصص تكون قد احتضنت قطب امتياز يعيش عامه الأول في تكوين صناعة البلاستيك، يرعاه النسيج الصناعي ويفتح آفاقا واسعة في هذا المجال.
خلال معاينتها لعدد من المشاريع التابعة لقطاع البيئة بولاية إليزي، أكدت وزيرة القطاع فاطمة الزهراء زرواطي أن الجلسات الجهوية للقطاع مطلع الشهر الداخل ستركز على خصوصية الولايات الجنوبية للنهوض بالاقتصاد التدويري مستقبلا، وداعية شباب المنطقة إلى الاستثمار في مجال البيئة. المتابعة لإبراهيم بالخير. وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أكدت على الدور الكبير لفعالية المجتمع المدني في الحفاظ على المحيط والبيئة لتحقيق الرهانات الكبرى للقطاع، داعية الشباب إلى الاستثمار في هذا المجال للنهوض بواقع البيئة والمساحات الخضراء بولاية إليزي. هذه الرؤية التي تدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية. نعرف أن إليزي لها خصوصية مثل كل المناطق الجنوبية وحتى المناطق الأخرى لها خصوصيتها التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التنمية. منطقة إليزي لها الكثير من الطاقات التي يمكن استغلالها، ويكفي أن نقول بأن يوم 3 و4 ستكون هناك الجلسات الجهوية للجنوب التي تندرج في إطار تنظيم الجلسات الوطنية في نهاية فبراير، وسيكون أخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل المناطق من أجل الوصول إلى ورقة طريق يمكن تجسيد هذا الاقتصاد التدويري، ولكن اقتصاد تدويري حسب المميزات لكل المناطق. كذلك بالنسبة للصالون الدولي الثاني، الطبعة الثانية اللي هي الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، هذه السنة سيكون من أجل تنمية المناطق الجنوبية والمناطق المعزولة من خلال الطاقات، الاستثمار في الطاقات المتجددة. وبهدف القضاء على استعمال الأكياس البلاستيكية، أشرفت السيدة الوزيرة على توزيع حصة من القفف التقليدية على التجار. كما أعطت السيدة الوزيرة إشارة انطلاق قافلة تضامنية لمؤسسة السماحة المتجهة صوب المناطق النائية لإدخال الدفء على العائلات المعوزة. أكد اليوم وزير المجاهدين طيب زيتوني أنه في إطار الجهود الرامية لتوثيق الذاكرة الوطنية فيما يخص الثورة المجيدة، أكد أن قطاعه تمكن لحد اليوم من تسجيل 260 ألف ساعة من الشهادات الحية مع المجاهدين. جاء هذا خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية البويرة، تبعها لتلفزيون وليد قدري. من مقبرة الشهداء وبالترحم على أرواحهم الطاهرة، انطلقت زيارة وزير المجاهدين لولاية البويرة والتي حملت طعم العرفان لولاية صنعت أمجادا خالدة إبان الثورة المجيدة، بأحداث كانت محور ندوة تاريخية افتتحها وزير المجاهدين مشيدا بالإرث النضالي للولاية. لقد عرفت منطقة البويرة وضواحيها هذه الأرض المجاهدة التي ارتوت بدماء الشهداء الأبرار عديد الانتفاضات العارمة ضد جحافل القوات الاستعمارية منذ أن وطأت أقدامها تراب هذه الأرض الطاهرة، وأبلى في سبيل ذلك بنات وأبناء الشعب الجزائري الأحرار من هذه المنطقة على غرار كل مناطق الوطن البلاء الحسن في مقاومة العدوان، وأسهموا أجل الإسهام في الملاحم البطولية لتاريخ الجزائر. وخلال زيارته حل زيتوني ضيفا على إذاعة البويرة، أين أكد أن جهود قطاعه متواصلة لتوثيق الذاكرة الوطنية. وصلنا إلى الآن 31 ديسمبر 2018، وصلنا إلى 26 ألف ساعة محينة مراقبة الموضوع تحت تصرف الباحثين والطلبة والأساتذة. 26 ألف ساعة سجلنا كذلك أكثر من 30 ألف من المجاهدات والمجاهدين والضباط جيش التحرير الوطني، والعملية مستمرة. وفي محطات أخرى للعرفان زيارة لأرملة غربي باهيا القمراوي أول شهيد للثورة بالبويرة، وتكريم لأعضاء من الأسرة الثورية بالولاية. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقف تمسيم فارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من خنشلة وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا. وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من برج بوعريج وسيدي بلعب
عباس ووهران 4 تجار مخدرات بحوزتهم أزيد من 230 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز كمية من المواد شبه الصيدلانية بالوات. من جهة أخرى وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمن رست وبرج بجي مختار وعين قزام 8 مناقبين عن الذهاب، وضبطت معدات خاصة بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع وثلاث دراجات نارية، في حين تم توقيف 21 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين مقل. أخبارنا الدولية تأتيكم مختصرة مع خالد ذهبي. مهمتها ليست للنقل بل حث الغيوم على زخ المطر بطريقة اصطناعية في عملية تطلق تركيبة من المواد الكيميائية يتم إطلاقها عبر الغيوم لمكافحة نسبة تلوث باتت مقلقة في العاصمة بانكوك بسبب غياب الرياح والرطوبة فيها. عمره 10 سنوات وإحاطته بعلم الفلك تروم سعة المجرات التي يراقبها بشغف، فأضحى مدرسا للعشرات من الطلاب مستفيدا من مزايا سماء تشيلي الرائقة وحلم ريكاردو بحجم الأكوان التي يعشقها بغزو الفضاء مستقبلا. في أي شيء بل وكل شيء يرى فيه أداة موسيقية تعزف النوتة وتضبط الإيقاع من الدراجة وحتى الخضروات، فن محفوف بالصعاب بيد أن الحياة في نظر الموسيقي الصيني لحن جميل يستحق العزف. نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني بإقرار نمو على أسس صحيحة ومستدامة للخروج من التبعية للمحروقات في حوار نشره تقرير مكتب أوكسفورد بيزنس جروب. توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في صلب زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر وبين البلدين. بين البلدين مواقف متطابقة من راهن القضايا وآفاق واعدة لتعزيز فرص الاستثمار. توزيع أزيد من 1800 وحدة سكنية بتسمسيلت وتلفزيون ينقل فرحة العائلات المرحلة إلى مساكنها الجديدة. تبعنا كذلك أزيد من 5000 عائلة بوهران تستفيد من الربط بشبكة الغاز الطبيعي. خدمة عمومية جديدة تطلقها الجزائرية للغاز والكهرباء للتكفل بانشغالات المواطن. في النشرة أيضا ومع موجة تساقط الثلوج والأمطار عبر عدد من ولايات الوطن جهود مشتركة لفتح الطرقات وفك العزلة. تبعنا كذلك حملات للتحسيس من حوادث المرور مع تقلبات الطقس. مواقعنا الإلكترونية دائما في خدمتكم. شكرا لكم والسلام عليكم.